تبارك الله الاخوان، اللهم بارك. خيرات من السوق الجمعه ديال القيصره الاخوان، تاريخ 23/9/2022. اللهم بارك، تبارك الله تبارك الله الاخوان، الخيرات ديال بلادنا الاخوان، تبارك الله، اللهم بارك، اللهم بارك، تبارك الله. دان تحياتي لكم الاخوان، صباحكم مبروك من قلب سوق الجمعه ديال القيصره الاخوان، اقليم سطات، تاريخ 23/9/2022 الاخوان، تحياتي لكم جميعا، صباحكم مبروك الاخوان، جمعه مباركه، الله ييسر الامور جميع. ما تنساوناش الاخوان من الدعم ديالكم، الله يجازيكم بالخير، لي بارطاج الاخوان ولي لايك الاخوان، الله يجازيكم بالخير باش تطلع لنا الصفحه، والصفحه اللي في فيسبوك الاخوان راه بالحول الصديق راه اقرب، والقناه على اليوتيوب الاخوان، القناه الثانيه ديالنا اللي هي رجل القراقرة. الله يجازيكم الخير الاخوان، الدعم ديالكم جزاكم الله خير، صباحكم مبروك الاخوان، تحياتي لكم جميعا، تبارك الله الاخوان، اللهم بارك، تبارك الله، تبارك الله. ما عرفتش دايره عمي هذه الصن ديالها الرباعيه والسداسيه، تبارك الله، الدرار عمي كلها الدرار كارانطيه، تبارك الله، راه الدرار باين فيها الاخوان، اللهم بارك. انتم قال لي مراي خيات الاخوان، الله يبارك، تبارك الله. شحال عمي انت دابا؟ 28 28 اللي عاطين، تبارك الله، عطيناهم الاخوان دابا 1400 درهم. شحال كتقول عمي انت؟ 30 ما عطاوناش، 28 اخوان، كيطلب 1500 درهم اللي كيطلب، تبارك الله، نعجات ما نعاودو هضره، اللهم بارك، تبارك الله، تبارك الله، مليح. واخا عمي خلي الاخوان الرقم واللي الرقم هذيك اللي هي، يلا اخوان حنا غنتحولوا للاخرى حتى هي نشوفوها، وغادي نخليو لكم الرقم مع ديال هاد النعجات هادو تما، تبارك الله، تبارك الله، الله يبارك، الله يبارك فيك، تبارك الله. هيا حرك حرك خويا، هادي الاخوان راه هي النعجه اللي تابعه النعجات اللي شنا قبيله، تبارك الله، تبارك الله، مليح مليح، اللهم بارك، الله يبارك. معناتها خويا اش دايره في السنه دي اخويا؟ رباعيه سداسيه الاخوان، واللي جامعه جموع صغيره الاخوان، هيا جموع صغير، تبارك الله، نعجات الاخوان، اللهم بارك، تبارك الله. الدرار اخويا كلها كارانت غلم كلها هي غلم كلها عامره، تبارك الله، هي كلها بدات كتبين في الدرار، تبارك الله الاخوان، اللهم بارك، تبارك الله، تبارك الله، الله يبارك. شحال اخويا ثابته دابا انت؟ 28 دابا اللي ثابته 28، هي تبارك الله، كما قالنا الاخ تا هو قالنا لي قالنا ثابته 28 ليه؟ هذه كتقولوا 32 وانا فيها 32 بغيتو في هذه 32، الاخ كيقول لي بغينا 30، المهم ما عليناش، واخا نخلوا الاخوان الرقم وديك الساعه اللي اتصل بكم نطلبوا من الله، الله يسر لكم وصافي. يلا قول اخويا 0 06 71 16 50 20، بلاصه بني مسكين البروج، يلا تبارك الله اخويا، الله يسر الامور، تبارك الله عليك، الله يسر، تبارك الله اخوان، نعجه زوينه واللي عجباتو الاخوان يتصل بمواليها، الله يسر الامور. وعمي شحال ديتو الخير؟ تبارك الله، جوج قرب 4000، تبارك الله، والد عجل، اي والد عجل الاخوان، جوج قرب 4000 ريال، تبارك الله، اللهم بارك، اياه تبارك الله، الدفوع وهذه لا الى الى كتب الله التوم، اي لا كتب الله. السن ديالها هذه ستاتيه اخويا، اي تبارك الله، هما بربعه ستاتيات، ايوا هذه ثنيه، هذه سنا، اياه اي اللي باينه من وجهها، تبارك الله، سنان الحليب، تبارك الله، حتى هي دار اخويا عيسى، وهذه يلاه طارقه بقى مبخره، بقى مبخره، اي صافي ما عليكش اخويا عيسى، ما عليكش، الاخرينات راه مبينين الدرار، الدرار اي اي الدرار مبينينو، تبارك الله، 44 هذه عاطينا فيها ستور، هادو عاطينكم 44 الحولية عاطونا فيها ستور، والحولية الاخوان عاطينهم فيها 46، اي سنان الحليب الاخوان، هذه تبارك الله، هذه مواصفات وكل شيء لها، بقى مبخره، بقى مبخره ديال الاخوان. هادو الاخوان انتم كتشوفوا فيهم راه مبينات، هادو مبينات، تبارك الله، ها مبينات، تبارك الله، لا مبينات، بداو يرخيو، تبارك الله، اييه قرب سعيد، قرب من الاخوان يشوفوهم باش نخليو الرقم ديالهم ديال الاخ عصام اللي بغاهم. هادو الاخوان درار باين، تبارك الله، درار هو الاخوان، انتم كتشوفوا النعزه، تبارك الله، كتزيد مسكينه عبد الزاز، انتم تبارك الله الاخوان، لا لا صافي هادو مبينات خويا عصام، الله يعطيك الصحة، صافي الله يعطيك الصحة، تبارك الله. دابا ياك ودابا هادو قلتي لي خويا عصام سنان مولات سنان الحليب عطينا فيها 46 عطينهم 44 مولات سنان الحليب الاخوان عطينا فيها 46، وهادو الاخوان عطينهم 44000، تبارك الله، لا لا تبارك الله، نعجات اللهم بارك. خويا عصام خلي لنا الرقم ديالك، لا شوف مشي حبيب 06 15
16 55 60. تبارك الله على خويا عصام. هيا نشوفوا الحواله تا هما. هيا السلام عليكم. هذا خويا عصام قلت لي هو اللي هما اللي معمرات منو النعجات اللي شنا دابا الاخوان ديال الاخ عصام. تبارك الله، الله يبارك. كيدير عم الحاج؟ كلشي بخير؟ الصحه لاباس؟ راك الله يبارك، الله يحفظك، الله يبارك فيك، الله يطول لي عمرك، الله يحفظك لي يا عمي الحاج. وا عمي الحاج كان وقع لنا واحد المشكل مع القناه. امين امين، هذاك الشيء اللي كاين عمي الحاج، هذاك الشيء اللي كاين. خويا عصام اش دير السنه الخير؟ تبارك الله سداسي خويا عصام، تبارك الله. الثمن خويا عصام اللي معطى، اللي معطى الاخوان معطيه 4800 درهم اللي معطيه فيه. تبارك الله اخوان، حولي اللهم بارك، اللهم بارك الاخوان. تبارك الله خويا سعيد كلشي مزيان، الله يبارك فيك، الله يحفظك. اش داير اخويا سعيد هذا في السن؟ الله يحفظك. اش داير اخويا سعيد؟ رباعي. تبارك الله، هذا اخويا هذا الاخوان 102 اللي معطيه فيه. تبارك الله اللهم بارك. هذا الاخوان كما كتشوفوا مواصفات، مواصفات تبارك الله. هي بلاتي ندور ندور نشد هذا اخويا عصام، هذا اخويا تبارك الله اللهم بارك الاخوان، هذا الله يبارك. تبارك الله شوفوا الاخر الاخوان، تبارك الله. هذا اخويا سعيد هذا 94، هذا الاخوان 4700 درهم. تبارك الله السن ديالو اخويا عصام سداسي. تبارك الله هذا الاخوان ستاتي، تبارك الله طيب، تبارك الله اللهم بارك. تا هو مواصفات الاخوان، الله يبارك. اييه ما بقاش شي حاجه اخرى من غير في الدار، كاينين في الدار. اييه كاينين في الدار. دابا هذا اخويا عصام اللي بغاهم غيتصل بك بالنمره النعجات الاخوان اللي شفتوهم راه خلاه اخ عصام. انا اسمي انا رشيد القراقرق، القناة الثانية هي رشيد القراقره، والاولى نتمنهم الله يتحل فيها المشكل تا هي. هذاك الشيء اللي كاين، لا ما كاينش الخير ما عندنا ما نديرو. هذاك الشيء اللي كاين، الله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق. هذا الشيء اللي نقولوا اخويا عصام، اللهم يسر. تبارك الله عليك عمي الحاج، الله يسر. وسعيد تبارك الله عليك، الله يحفظك. السلام عليكم، الله يحفظك. اييه تبارك الله، اييه تبارك الله، اللهم بارك الاخوان. تبارك الله، هذو هذو خمسة خرفان زينين الاخوان. تبارك الله، الله يبارك. خصنا الحليب كلهم ياك، خصنا الحليب، خصنا الحليب الاخوان. تبارك الله. الثمن اخويا 68. معطى المعطى هذه ولا باغيين؟ عاطيني بشي حاجه، عاطيني كل واش كيعطي. المهم اللي كيطلبوا الاخوان كيطلبوا 3400 درهم اللي كيطلبوا فيهم. تبارك الله املاح، تبارك الله. طلبوا من الله، الله يسر لك خويا، الله يسر الامور. تبارك الله عليك، تبارك الله، الله يحفظك. تبارك الله، تبارك الله، الله يبارك، تبارك الله. مليح تبارك الله. هذه السلعه ديال 7 شهور 8، 7 شهور 8. تبارك الله. الثمن اخويا 44. تبارك الله ديال الاخوان معطيه فيها 44000 اللي معطيه. شحال كتقولوا؟ شحال كتقولوا؟ 50 ان شاء الله. كيقولوا 2500 درهم الاخوان. تبارك الله. 50 ياك في الفرادي عطاوكم 50. تبارك الله. واخا با تخلي الرقم الاخوان اللي شافوا بغا. يلا زيد حرك شويه، حرك شويه تململ، الله يحفظك. شويه تململ الاخوان باش يشوفوا. تبارك الله اللهم بارك الاخوان. تبارك الله، تبارك المليح، تبارك الله. ما نعاودوا هذا المليح. كيدير خويا؟ بخير، بالصحه والراحه، الله يحفظك. واخا قول اخويا، قول الرقم ديالك. 06 06 17 57 57 07 66. بلاصه ولاد فارس، ولاد فارس. سير اخويا، الله يسر الامور، الله يسر الامور. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. اييه مع الوقت. تبارك الله، تبارك الله. قاعد قاعد اخويا. اييه تبارك، اييه الله يحفظك. تبارك الله مليح. حسنا الحليب اخويا، حسنا الحليب. تبارك الله. الثمن هذا اخويا، الثمن اخويا 104. 104 بجوج؟ جوج بجوج. اييه تبارك الله. 104 مشرى ولا باش؟ 52000 الواحد الاخوان. هذو كيطلبوا فيهم 2600 درهم الواحد. تبارك الله، خرفان مليح، الله يبارك. تبارك هذاك اللي معاهم تا هو ولا؟ هذاك مولاه. اي السلام عليكم، كيدير خويا؟ بخير لاباس عليك، الله يحفظك، الله يبارك. ما عرفت شحال تما خويا؟ نحاولي 84. هذا هذا سنا الحليب، سنا الحليب، سنا الحليب. وهذا اللي في يدك انا؟ هذا 56. هذا 56، هذا 2800 درهم سنا الحليب. تبارك الله مليح اخويا رشيد. تبارك الله، الله يبارك، الله يبارك. الله يسر لك امور خويا، الله يسر لكم. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك، الله يحفظك. تبارك الله سنا الحليب اخويا، سنا الحليب. تبارك الله. الثمن، الثمن 52. هذا الاخوان 2600 درهم. تبارك الله، 2600 درهم الاخوان، 52000. تبارك الله، الله يسر لك خويا، الله يسر، الله يجيب تيسير. تبارك الله، تبارك الله، اللهم بارك. وشحال عمي الثمن ديالهم؟
36 للوحيده 36 الاخوان هادو 1800 درهم تبارك الله اللهم بارك تبارك الله. دابا هادو عمي سمانه تمشي هو الجزيره ولكن الا كان شي عشاق يديهم يكسبهم ياك تبارك الله ياه مليح مليح الاخوان الله يسر لكم الله يسر خويا الله يسر تبارك الله الله يبارك. شحال عمي الثمن ديال 34 بجات 34 بجات الاخوان هادو بحال 1700 درهم بجات بحال شي 850 درهم الوحيده تبارك الله الله يبارك تبارك الله. هادو ما ديالكمش اخويا لا ياكم الله يسر لك الله يسر لك خويا الله يسر تبارك الله يا اخوان الله يبارك تبارك الله اللهم بارك الاخوان الله يبارك تبارك الله. السلام عليكم وشحال عمي خرج شي بخير شحال عمي سير على الله تبارك الله تبارك الله. مع شحال عمي الثمن 19 ونص الثمن الاخوان هادي 975 درهم تبارك الله. وهذا ما صورتي 975 درهم 975 درهم تبارك الله. حاشا حاشا عمي محمد شحال الثمن؟ عرفنا وراه الثمن عمي محمد عليا 22 الثمن الاخوان 1100 درهم 1100 درهم الاخوان اللي كيطلب اللي كيطلب فيها تبارك الله. سير عمي الله يسر الله يسر لك الله يسر تبارك الله تبارك الله الله يبارك تبارك الله. اسمح لي واحد الشيء الله يحفظك. شحال عمي الثمن؟ 74 هذول الاخوان بجوج 74 3700 درهم الاخوان تبارك الله 3700 درهم بجوج الله يبارك تبارك الله الله يسر لكم الامور الله يسر لكم تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم. عمري انا وياه سير عمي الله يحفظك الله يحفظك لي يا عمي. شحال عمي الثمن؟ كمان عطونا فيه 40 قال جوج 40 قال جوج اللي عاطين دابا عاطينهم الاخوان 1900 درهم 38000 اللي عاطينهم تبارك الله الله يبارك الله يبارك عمي الله يسر لك عمي الله يسر لك تبارك الله عليك تبارك الله عليك تبارك الله. شحال اخويا شحال زيتو 8 والاخر للهين بحال بحال هادو الاخوان 1900 درهم الواحد باش خرجوا تبارك الله الله يبارك 38000 الواحد تبارك الله. سير اخويا الله يسر لكم الله يسر الامور الله يسر لكم تبارك الله عليك. شحال عمي شحال 42 و500 42 و500 ديال الاخوان تبارك الله 42500 بحال 2125 درهم الاخوان تبارك الله الله يبارك الله يبارك الله يسر عمي الله يسر امور الله يسر امور.